السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الخوت الخواتات، كذلك وماشي غالية، شخباك ولبس عليكم. كنتمنى من الله تكونوا كاملين بالصحة والسلامة وطول العمر يا ربي يا ربي. المهم كما كتشوفوا صراحة كنت كندير في البغري، كنت نشارك معكم هاد اللقطات. واخا بالنسبة للمقاطع ما شاركتهاش معكم، غنشاركها معكم في هاد الفيديو. بالنسبة للطبخ ما كتدخلوش تشوفوا، قلت الله ما نشارك معكم المقادير. بالنسبة لأمهات اللي مهتمين والخوات، راه مخلي لكم هاد الفيديو صراحة مقادير جد جد سهلة، وصراحه كيجي البغري ناجح وكيجي طيب وكيجي مثقب كامل كما كتشوفوا معايا في الفيديو. بالنسبه للبنات اللي ما كيستقش معاهم، مشاركه معكم طريقه غير باليد، طريقه ديالنا زمان صراحه كتعجبني ديك الطريقه. كنت كنشوف جارتنا وكذلك ماما كديرها، كانت كديرها كذلك جداتها، وفي طريقه اخرى كندير بالمونينكس هي كتجي ناجحه، ولكن الطريقه كتعجبني. شوفوا تبارك الله كيجي البغري طيب وكيجي مثقب، واللي كتوهم تجي مرحبا بها وقريبه ليا. المهم هنا غنشارك معكم هدايا توصل بها ولدي فيصل، الله يحفظ لكم وليداتكم، واللي كتمنى الدرية الله يعمر ربي يسهل عليها ويرزقها عاجل غير اجل، واي واحد كيتمنى شي حاجه الله يعمر ربي يوصلها ليه، ولا يحرمكم من زياره بيت الحرم. كاع الامهات والخوات اللي نفسهم يجيوا الله يعمر ربي لا يحرمكم والله. المهم حبايبي، بالنسبه للهدايا كيعطوني في المدرسه، وكيشكروا الاسره ديال الطفل بالاهتمام ان الولد كيمشي في الوقت وما تيغيبش الا اذا كان مريض، وكيشجعهم حتى كيعطيهم هدايا باش يسير يحب المدرسه ويؤدي الواجبات ديالو. واخا حنا ما شاء الله حنا ما حنا مكسر، كنشرو ليه هدايا، كنشرو ليه كل شيء، خاصه انا البيت عندي اش نقول لكم، لو وريتكم الالعاب تهربوا والله العظيم، غرفه مليانه وبا ما شاء الله. راه نقول لكم دائما انا وياه مناقشين على هذا الموضوع، تنقول لي لا لازم يعني الالعاب اللي عندهم يلعبوا فيها بركه. الحمد لله الله يحفظ لكم وليداتكم، ومزيان وليداتي يتعلموا القناعه والله. المهم شي عطوهم هاد الكره، عطوه هاد السياره كتخدم بالريموت، وعطوه هاد الساعه. عارفين فيصل كتعجبو الساعه، دائما كيداوم بالساعه. وصافي هادشي اللي عطاوهمني، تنقول لهم شكرا لكم، وشكرا كاع ما شاء الله المدرسين صراحه يعني معاملتهم جد جد حلوه مع الوليدات. وصافي هادشي اللي كاين حبايبي، شاركتو معاكم، وما شاء الله حتى لو ما كانوش كيعطوا الوليدات الهدايا في المدرسه، بحال على الاقل الامهات والاباء يشجعوا وليداتهم غير بهديه وحده باش حتى هما يزيدوا يحبوا المدرسه. صافي هنا مشيت ديت فيصل مجمع العائله، مشيت خديت ليه بشكليت او ساكر كيف تيقولوا هنا في السعوديه. المهم غنشارك معكم ان شاء الله في فيديو في مجمع العائله، وغنشارك معكم جوله في برج التخفيضات اسعار جديد مناسب. المهم خليكم مع الفيديو للنهايه. هذه هي الساكر اللي خديت انا والاب ديال فيصل، صراحه زوينه، خديتها ب 210 ريال صراحه، لقيت عليها عرض عندهم 210 ريال شامل الضريبه كما كتشوفوا، صراحه زوينه وفيها جوج بلايص كان لاصق فيه امير من ورا. ايوا صافي هادشي اللي كاين حبايبي. المهم كانت عنده سياره حمراء، ودابا قال ما بقاش باغي السياره، باغي السيكل. خديني لي السيكل، ها نتوما شوفوا تبارك الله، كان الالعاب الدنيا كما قلت لكم، والاخره عندنا في الدار. وتخيلوا هاد السله عامره وثلاثه سلات اخرين عامرين، يعني اخص امير الله يحفظه ويصلحه ويحفظ لكم وليداتكم، ما خاصوش يدخل شي سوق او شي بقاله ويخرج بيدو خاويه، ضروري شي حاجه في يدي. ايوا هادشي اللي كاين حبايبي. وكما قلت لكم صراحه السياره السوداء الا خديناها ب 500 يعني صراحه ما قدرش يلعب بها فيصل، ما عجباتوش هي محطوطه، مازال هاد الحمراء كتعجبهم كيلعبوا بها، نشحنوا لها البطاريه يعني كتمشي بالبطاريه. اما ديك السوداء اللي وريتكم ما كتشحنش، يعني ما كتعجبش فيصل نهائيا، لهذا خدينا لي السيكل. كما كتشوفوا هاد اليوم ان شاء الله جولتنا غتكون في شارع العزيزيه، صراحه انا كنموت على اسواق واخص شارع العزيزيه والعتيبيه، هاد الاسواق كتعجبني وكتكون فيهم الملابس زوينه، واخص مجمع العائله وبرج التخفيضات كتكون بعد مرات عندهم عروض. اليوم ان شاء الله غنشارك معكم محل خاص بالعبايات، اسعار عنده جد جد مناسبه بالنسبه للامهات والخوات. هاد الشارع كله خاص بالبخور، الدرعه، مجد العود، نخبه العود، ما شاء الله مسوين عروض.
هنا فيه محلات الذهب بالنسبة لي كيبغوا الذهب، راه كاين نوع شي ثلاثة محلات ما أدري أربعة. هذا مجمع العائلة، غنشارك معكم جولة فيه بإذن الله. هذا التوبتين كما كتشوفوا معايا فيه بلاك الطوبيس، هنا كتحطكم أمام المحلات والمحلات كلها متقاربة، كتمشيو على رجيلاتكم. توبتين توا رخيص، ملابس الوليدات ملابس الكبار، ما شاء الله الشارع كله محلات. كما كتشوفوا هذا المحل أي عباية فيه من 75 ريال، أي عباية كما كتشوفوا هانتوما. المهم هادو اللي معرضين الفوق هما اللي كاينين تحت، شتوهم هما نفسهم اللي كاينين تحت. شوفو 75 هانتوما. وهادو مقاس صغارين حق البنوتات من 40 ريال. شوفو فيه نوعية اللي سودا، فيه ألوان. شوفوا هنا أي قطعة من 50 ريال، نتوما جلابيات فنيل 50 ريال جميع الألوان. شوفوا ما شاء الله محل فيه أي حاجة تبغوها. جا حدا برج التخفيضات بالنسبة إن شاء الله اللي جايين يديرو عمرة هاد الأيامات. شوفوا وهاد الجلابيات على كم هادو؟ هنا هنا على 60 ريال. شفتوا السعر من 60 80. أما العبايات من 75 أي قطعة. وهذا حق البنات الصغار من 45. المهم اسعارهم حلوه، بس يعني الواحد اللي اشترى كميه تنقص، يعني تخص، يعني مش اسعار ثابته. لا، اذا اشترى كميه جلابيات نخصم. ايوا زي ما تسمعوا يعني اسعارهم مش ثابته. المهم هنا الجلابيات زي ما تشوفوا، الجلابيات اي قطعه عندهم كانت ب 100 ريال هلا ب 80 ريال. بالنسبه للسعر اللي غيقول يا اسعار تتغير، السعر هذا غادي يبقى حتى شهر رمضان. بالنسبه للمحل راه حدا برج التخفيضات شارع العزيزيه هانتوما. هذا شوفوا كنحاول نوضح لكم، اسعارهم جد مناسبه. وكما قلت لكم الحاجه اللي مثلا ب 100 ما غاديش تشتروها ب 100، يعني غينقصوا لكم. اذا خدتوا مثلا 3 حبه 2 حبه غينقصوا عليكم. شوفوا ما شاء الله المحل كيف، ديجا صورته لكم. هانتوما جلابيات حلوه، شوفوا هانتوما جلابيات انواع واشكال من 80 ريال اي قطعه. شفتوها هانتوما، وهاد الشيء تيقول ب 120. بالنسبه للاسعار كما قلت لكم مش ثابته، كينقص صاحب المحل. اي قطعه ب 120 عليهم تخفض 20%. اي هادو شوفوا هاد الانواع من 120 ريال، شايفينها. شوفوا الجلابيات من 120 ريال، هانتوما كتجي فيها 2 قطع زي العباية. شتوها ما شاء الله باش تكون واضحة ليكم. عندو هاد الألوان اللي فوق، وهنا عندهم الألوان العبايات من 75 ريال الشكل اللي بغيتو. شوفوا ما شاء الله العباية كيف دايرة، قماش ديالها زوين. شوفوا اليد هانتوما، هاد العباية كتجي 2 قطع. شوفوا هنا ما شاء الله 75 أي شكل من العبايات، أسعارهم حلوة هانتوما. المهم درت لكم دويرة في هاد المحل. شوفوا ما شاء الله هانتوما عبايات فيهم 2 قطع اللي هي بسعر 100 ريال. شوفوا ما شاء الله المحل كما كتشوفوا، هاد الجلابيات يقول 150 ولي خدا، راه ما شاء الله كينقص. قول لهم طرف ام فيصل ان شاء الله ينقص عليكم. ايوا هانتوما اسعار يعني مش ثابته. شوفوا ما شاء الله المحل كبير. والله هاد العبايه من 75 هانتوما كيف مسويه، شي حاجه اللي زوينه، قماش روعه هانتوما. شفتوا السعر عبايات تجنن هانتوما. جنب توبتي هذا هو اسم المحل اللي دخلت صورت لكم. كما كتشوفوا ما شاء الله عندهم اسعار جد مناسبه. وغدا ان شاء الله غادي تكون جولتنا في برج التخفيضات. ما تنساونيش من لايك وتبارطاجيو القناه مع العيال والاحباب للفائده. ان شاء الله نشوفكم في فيديو جديد، في امان الله.